عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا. وزيارة الهامة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث قام السيد الرئيس بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض بصحبة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض خلال زيارته للرياض العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية. وحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد تناولت مباحثات الرئيس السيسي في الرياض مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم. كما شهدت المباحثات الاتفاق على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ الأمن والاستقرار. كما شهدت الزيارة التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك وأهمية دور جامعة الدول العربية، وكذلك التأكيد على أهمية التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين. كما أكد الجانبان خلال المباحثات على رفض أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك استمرار دعم المرحلة الانتقالية في السودان، فضلا عن التأكيد على الحرص على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية. وفي الشأن اليمني، أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ونوه الجانب المصري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولي للقرار 2624 لعام 2022، والذي صنف فيه ميليشيا الحوثي بجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية. كما أشاد الجانبان في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. أما في الشأن العراقي، فقد أعرب الجانبان عن تمنيتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان كذلك على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية. كما أكد على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية والتنويه بدور الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية وحماية وحدة الصف بين جميع مكونات وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مهمة. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتشهد العلاقات بين البلدين واحدة من أزهى عصورها
بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر. ولدى وصول سيادته العاصمة الرياض، كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وكبار رجال الدولة في السعودية وأعضاء السفارة المصرية في الرياض. وعقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن سمو الأمير محمد بن سلمان اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر اليمامة، حيث كان في استقباله جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي رحب بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على المملكة، مثمنا العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، مشيدا بالمواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن. من جانبه، أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية السعودية قيادة وشعبا، وأهمية دفعها لآفاق أوسع في إطار ما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية، وأهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور بسبب الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة من أجل العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة. كما اصطحب سمو الأمير محمد بن سلمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة تفقدية بمنطقة حي الطريف، وهو أحد أهم المواقع السياسية والجغرافية في المملكة العربية السعودية منذ نشأة الدولة السعودية الأولى. ويقع الحي في الدرعية شمال غرب الرياض. تم تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو في عام 2010. وتعزيزا للعلاقات، قام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض. والذي يرسخ من مفهوم التعاون المشترك ونقل الخبرات العالمية في مجالات الصناعات الدفاعية. وكذا تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وهو معرض متكامل لأحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس العاصمة الرياض، وكان في وداع سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.